قبل ما اجاوب على السؤال ده تفضل. يعني ارجع لك شويه، يعني كان في مذكره تم توقيعها بين الدكتور حمدوك رئيس نعم الوزراء نعم والقائد الحلو في اديس ابابا، نعم وبناء عليها كان في ورشه في جوبا، ورشه للتفاوض او ورشه لاستجلاء معاني المدنيه، الدوله المدنيه والدوله العلمانيه، نعم وانه السودانيين يكونوا موجودين كلهم معهم مسهلين من كل من اجانب انهم يصلوا لاي دوله مدنيه هم عايزين، لانه معروف الدول المدنيه موجوده، يعني عندك ممكن تقول تركيا فيها دوله مدنيه علمانيه، ممكن تقول اندونيسيا فيها دوله، اقصد ماليزيا دوله مدنيه، اوكي، مصر فيها دوله مدنيه علمانيه، العالم ده كله يعني اوكي. فللاسف الشديد تم قمع الورشه دي، هم العساكر نفسهم، المجلس العسكري نفسه من السيادي، يعني الفريق كباشي، نعم كان في تصريح انه ما في صلاحيات على تم انه قمع نعم. الورشه دي، وكنت اتمنى كانت تملك لجماهير الشعب السوداني عشان على الاقل يكون جاهز لاتخاذ القرار، يعني لانه الموضوع ما يعني مش يعني مهم جدا. الحركه الشعبيه لم تفرض شروطها بالسلاح والسلاح، لانه لو جيت تابعت مشكله الجنوب، لماذا انفصل جنوب السودان؟ لنفس السبب. الحركة